يعني هيك ده خلي من الاكل جاهز نقضي حالنا هيك لما ما تعلمي تقولي شي طبخه. اليوم اجت لعندي مروه من اختي. شو بدها؟ يعني برايها انه جرب صالح اهلي مره تانية، مره منيح وقت ممكن يكونوا لانه لا يا ما في روح. بس انا رحت. ايه شو صار؟ مشي الحال، صالحنا. بتعرفي انا شو اهم شيء بحياتي؟ تقوى رب العالمين. رب العالمين بشو موصينا؟ ببر الوالدين. فأهم شيء بر الوالدين. بس مو لما يكون الوالدين زبالة مثل والديك. وليد لا تقول عن أهلي زبالة. مو وليد يا مدام اللي بنعمل معه اللي عم تعمليه. عدي على أصابعك شو عم تساوي؟ وين عم تخبصي؟ أولاً استقبلتي أختك ببيتي بدون إذني. وثانياً رحتي لعند أهلك على البيت كمان بدون إذني. وثالثاً صحيح بدهم يصالحوكي لحالك ولا بدهم يصالحوني انا وياكي؟ بس برافو. يعني انا برا السيره، يعني ثالثا قبلتي تصالحي جماعه لا بحبوا جوزك ولا بدهم اياه. زباله ولا مو زباله؟ وليد عن جد ما بسمح لك. انت بتخلصي وبتسدي بوزك وليه؟ هون ببيتي ما بتسمحي وبتمنعي؟ بتسمعي اللي انا عم اقوله وبس؟ بعد كل شيء صار راح تقولي لي انه بدك تصالحيهم؟ العمى. يا ستي انا موافق صالح بس عندي شرطين. اول شيء بيتصل ابوك بابي وبيعتذر منه عن الكلام القليل الادب اللي حكى معه على التليفون. ثاني شيء بيجي لهون لنص بيتي وبيعتذر مني عن كل اللي عمله معي من لما تجوزنا لهلا. ساعتها والله وكسر الهاء لحتى صالحهم يحطهم فوق راسي. وليد انت شو عم تخبص؟ انت كثير منيح بتعرف انه بابا مستحيل يعمل هيك. إيه طالما بابا مستحيل يعمل هيك بتقومي بتنقبري على غرفتك بتسكري على حالك الباب. معك ساعتين بتفكري فيهم كثير منيح. يا وليد يا اهلك انا وياهم سوا مستحيل نجتمع. تفضلي.